مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامجكم الفني واليومي باتشورك. وزلت الوقيته دابا باش نمشيو ونصادفوا ضيفه الحلقه واللي هي عبير العابد معنا. السلام عليكم ومرحبا بك. عليكم السلام أسامة، وكان نقول السلام عليكم لكاع المتتبعين ديالنا وطاقم ميدي ان دائما سجالية. مرحبا بك عبير العابد. واش ممكن نسولك مثلا، واش عمرك فكرتي انك تخصصي في لون غنائي واحد فقط تبداي تغنيه غير هو؟ أسامة، أنت كما كتعرف أنني أنا معروفة بالموسيقى الأندلسية والموسيقى التراثية، وبإمكاني أنني نغني بزاف ديال الستيل الأخرين ديال الموسيقى، وإنما أنا أصلا فعلا اخترت واحد الستيل اللي هو غنائي كومباز، وكنحاول نديفلوبيها وكنحاول نفيزيوني هاد الستيل هذا مع بوكو دوطخ ستيل. ولكن أنا كنظن ليدونتيتي ديالي اللي عرفوني بها الناس واللي كنعتز بها هي أنني مغنية ديال التراث، يعني شوية ديال الغرناطي، شوية ديال الأندلسي، شوية ديال الشقوري، شوية ديال المنوعات والكلاسيكي. ما يمكنش مثلا نبقاو نشوفوك غير في الشقوري، فقط في الشقوري؟ لا والو، بالعكس غادي تشوفوني ان شاء الله في اغاني لي جديده بكلمات والحان جداد وفيها لمسه تراثيه، وغتكون ان شاء الله بمقومات عالميه ان شاء الله يا ربي. شفناك هذه واحد العامين، واحد السنين تقريبا دابا، كنتي خدمتي واحد الاغاني ممكن نقولوا عصريه ولا لون حديث. فين عبير العابد من هذا لو ستيل؟ واش مازال غادي ترجعي بهذا اللون الغنائي الشبابي العصري، ويمكن تعاملي مع موزعين شباب، مع دي كومبوزيتور ولا دي برودكتور اللي خدامين دابا ديال الوقت دابا؟ وسما كيف ما كتعرف انني انا بالعكس كنشجع جميع الانماط الموسيقيه، ومن دائما يعجبني نتعامل مع بحال قلتي موزعين وملحنين وكتاب الشباب، وانما غنبغي المواضيع اللي غادي نختار ولا الاغاني اللي غادي نختار ما غادي تكون يعني هادفه، ما غاديش تكون اغاني من اجل انني نغني وصافي، يعني غنحاولوا نحافظوا على العصرنه وداك الشيء اللي قلتي، ولكن يكون ميساج ويكون كاينه واحد الموسيقى اللي هي زوينه ويكون كاين واحد الاداء اللي هو جميل. فيما يخص استوديو وتسجيلات صوتيه، اما فيما يخص اللايفات فكنعرفك ديجا رجعتي فوق الخشبه. تكلمي لنا اولا على لو 21 جوان الاخر، لا فيت دو لا ميوزيك، كيفاش دازت عندك عبير؟ التجربه ديال اوماج حاجه حمدويه اللي كانت في لافيت دو لا ميوزيك مع وي كازابلانكا اللي كنوجه لهم تحيه، كانت تجربه رائعه مع جوج الفنانين رائعين اللي هما عبد الله بن شرادي ويوسف كريران اللي استدعوني باش نكون معاهم في هذا البروجي. اش غادي نقول لك، كنا فرحانين بزاف بزاف اننا غادي نتلاقاو الجمهور، وخا ما كتشي الجماهير يعني بحال دائما، يعني كان واحد العدد قليل بزاف بارابور لدائما، وانما غير الفات اننا بدينا كنشرو ديك لينيرجي ديالنا مع الناس، وكنغني وكنشطو، سي ديجا با مال بارابور اسكو اون افيكو هاد العامين هادو تقريبا. الفرحه كانت كبيره صراحه اسامه، وتمنينا كنتي معنا سيغ بلاص، كان يعجبك الحال. مرة أخرى أكيد حنايا كنا حاضرين بالتغطية ديالنا، وصعيبة بزاف أنك دير تكريم الحاجة الحمدوية وبمثابة تكليف، كيفاش خدمتي على هذه القضية؟ صراحة تجربة أول مرة غادي نغني أنا الشعبي، وبزاف الناس كيعرفوني أنني أنا طنجاوية شمالية، يعني الشعبي ماشي من الثقافة ديال منطقة الشمال، وإنما هو ثقافة مغربية، وحاولت أنني نحاول نعطيها اللمسة ديالي بحال قلتي قبيلة على الشقوري، حاولت أنني نمزج ما بين الشقوري وما بين العيطة ديال الحاجة الحمدوية الله يرحمها، وكانت تجربة زوينة بزاف. بالعكس بزاف ديال الناس داك النهار ديال السهرة قالوا لي بقى تغني الشعبي، فكانت مسؤولية كبيرة، وفي نفس الوقت عجبني الحال أنني نوعت. الله يرحم الأسطورة حاجة حمدوية. عبير العابد، واش لمستي العودة الفعلية ديال الحفلات والسهرات، ولا كيبان لك داك الشيء مازال متذبذب شوية؟ شوف، من بعد هادشي اللي عشنا في هاد العام ونص ديال لابوز، مستحيل اننا غادي نرجعوا بنفس الكادونس اللي كنا بها شحال هادي. طبعا كاينين بزاف ديال التعاونات، بزاف ديال كنتعاونوا حنايا دابا مع الناس اللي بداو كيعملوا لي زيفينمون في هاد الوقت، وتا هما عاود كيتعاونوا معنا باش اننا على الاقل غير ننطلقوا وشويه بشويه حتى غترجع الحياه كيف ما كانت، نقطه نقطه حتى يحمل الواد ان شاء الله. كنتمنوا ان هادشي ما يزيدش ياخذ وقت كبير، يعني باقي شويه، والحمد لله احسن من اللي كنا.
واش ممكن نشوفوا عبير العابد مع فنان راب مثلا شي ديو شي تعامل؟ كانت ديجا طرحت هذه الفكره مع مستر كريزي عثمان اللي كنوجه له تحيه، وكنا ايفيكتيفمون مشينا استوديو في كازا وسجلنا واحد الاغنيه، وانما ما كملناش الخدمه عليها حيت ديجا بدينا خدمه قبل كورونا غير بشويه، وهو كانوا عنده حتى هو مشاريع ديالو ديال الالبوم، انا كذلك كنت كن يلا عاد كنت ستابيليزا في الحياه ديالي الفنيه ونعرف شنو خصني وشنو ما خصنيش، فتاجل العمل، وانما باقي كنهضروا على اساس ان هذاك العمل باقي غادي ان شاء الله نخدموا عليه، ولما لا يكون مع دوت غابور اوسي. انا دائما منفتحه لاي عمل فني اللي يقدروا الناس يستمتعوا به ويعجبهم. دونك نقدروا نشوفوك في عمل ديو مع مستر كريزي ولا يمكن مع رابر واحد اخر؟ ان شاء الله ان شاء الله الا كملنا على الخدمه اللي بدينا ان شاء الله غادي يكون ديو وغيعجبكم انا متاكده. تكلمتي على الانعكاس ديال الحجر الصحي على الفن والفنانين المغاربه عبير، واش ممكن هو سؤال شويه شخصي نسولك على كيفاش درتي ماديا في الوقيته ديال الحجر الصحي؟ كيفاش درت ماديا في الوقيته ديال الحجر الصحي؟ الوالدين ديالي ربي يخليهم لي وكنوجه لهم تحيه كبيره، وكنقول اي واحد عنده والديه يتهلا فيهم ربي يخليهم له، حيت بصح ولولاهم كنت غادي نتحط في بزاف ديال المشاكل ماديه، وانما الحمد لله اللي هما كاينين. فكنت في كازا ورجعت لطنجه وباقا لدابا في طنجه، وكنتمنى ان الامور تحسن اكثر باش نهزوا عليهم شويه ديال الحمل. برافو عليك، الله يخلف عليهم والله يخليهم ليك عبير. أمين. وبرافو. أمين. على اي اباء والدين اللي كيوقفوا مع اولادهم سواء في القرايه ولا في المهنه ديالهم ولا كذلك في المسار الفني ديالهم. نبقاو دائما مع الحجر الصحي، واش كانوا شويه شي تداعيات معنويه نفسيه ديال الحجر عليك كفنانه؟ عليا كإنسانة أول حاجة، لأن الجائحة ضر منا كل شيء، يعني ماشي غير الفنان، وكفنانة من غير مسائل مادية، لأن مسائل المادية كما قلت كل شيء تضرر فيها، ديك لو بليزير ديال لا سين ديال لو بارتاج ديال لي ريزيدونس ارتستيك التداريب، هذاك الشيء عاود راه تا هو بحال بلي ملي كتولف هذاك لو سيستيم دو في نهار كيمشي لك بيان سور كتأثر نفسيا، وكنظن ماشي غير انا، بزاف ديال الزملاء ديالي اللي كنت معاهم في كونتاكت كاملين تأثرنا نفسيا، وإنما أنا في نفس الوقت حاولت نعالج راسي نفسيا من بعض المشاكل اللي كنت كنعاني منها بوندون دي زاني. وغادي نتكلموا شويه على المظهر وواحد المشكل اللي كنتي كتعاني منه كذلك اللي عالجتيه وبديتي تعالجي فيه وسط الحجر الصحي، هو الشعير اللي كان صافي بح باي باي. بح هذاك الشعير اللي كان اصلا كان بيغيك. دونك دائما فوق الخشبه مثلا ولا في خرجاتك الاعلاميه كتب بيروك، هذاك الشعر ما كانش ديالك. ما كانش ديالي، ماشي غير في الخرجات الاعلاميه بل كان في حياتي كامله، يعني انا لا بيروك كانت جزء مني، يعني كنعتبرها الشعر ديالي، فما كنقدرش نخرج بلا بها، ما كنقدرش نتافيش في اي بلاصه بلا بها، وميم في الدار دي فوا راه كنجلس بها باش حيت تلو ما قدرش اكسبتي انني انا شعري فيه مشكل، فتا في الدار كنت كنغطيه بلا بيغيك وكنعس به دي فوا. انا عارفك دويتي بزاف على هذا الموضوع، ولكن كاينه واحد الفئه كبيره من الجمهور اللي مازال ما عرفاش شنو هو بالضبط الموضوع. الموضوع هو مشكل او اضطراب ديال تساقط الشعر ولا ديال النتيف ديال الشعر؟ ديال فعلا هو هواس نتف الشعر، هذا المرض بالفرنسيه سميتو لا تريكوتيلوماني، وهو ناتج على لونكسيتي، على بوكو دو تروبل زعما كتكون في لا بيرسوناليتي ديال الشخص اللي كيكون مريض بهذا المرض. فانا من بين هاد الناس اللي قلالين، هي هذا المرض هذا ماشي قليل وانما ما كيديكلاريوش به بزاف ديال الناس، ف سي نورمال في لي ستاتستيك ما كاينينش بزاف النسبه، ما كاينش شي طلعه ديال الناس اللي مرضين بهذا المرض. وخديت قرار في الكونفينمون انني نتكلم على هذا الموضوع هذا، منا نتحرر انا ومنا انني نفيد بالتجربه ديالي بزاف الناس، علما انني باقا كنعاني من المرض، يعني انا ماشي تعالجت او لا شي حاجه، والدليل انني باقا كنحسن شعري، ما عملت ان ديفي ديال 4 شهور العام اللي فات ما كنتش نتفت فيها شعري، ومن بعد رجعت لي لاشوت، وبقى لحد الان كنحاول حتى انا نستافد من التجارب ديال الناس اللي كيكونتاكتوني مثلا في لي ريزو سوسيو، حتى هما عاشوا هذا المرض، كاين الناس اللي باقي ما تعالجوا، كاين الناس اللي تعالجوا بحال اللي قلت لك. شنو هو لو تريتمون؟ لو تريتمون عادي
شوف لو تريتمون سي ان تريتمون سيكولوجيك، هي انك تمشي عند اخصائي نفسي، وبعض المرات كتكون المتابعه ديال اخصائي نفسي وديال بسيكياتر ديال المعالج النفسي، كيديروا معاك جلسات اللي كتسمى ديال تي تي سي ديال ثيرابي كومبورتمونتال. و نورمالمون هذا هو البروسيدور اللي خصو الواحد يتبعه باش يتعالج. انا راه دزت بزاف ديال التجارب مع بزاف ديال البسيكولوج، وحاليا راه ما كندير حتى شي تريتمون. حاليا دوزت غير لواحد المرحله اللي هي لاكسبتاسيون دو لا مالادي، هي انني يعني نتكلم على المرض ديالي ونتقبله، وكنظن هذيك هي اللي غتفتح لي الطريق ديال العلاج ان شاء الله. اوكي دونك مزيان اللي تكلمتي في هذا الموضوع، واكيد غادي تليبيري لا بارول لبزاف ديال الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل، ولا يمكن اضطرابات شبيهه شويه بهذا الاضطراب. وبرافو على الشجاعه ديالك عبير. شكرا. عبير شنو كتوجدي لنا كجديد؟ واش كاينين دي دات هذا الصيف؟ واش كاين شي مورسو سينجل جاي في الطريق؟ الو لي دات ديال هاد الصيف، انت قلتي ديجا بدينا الموسم هاد السيمانه اللي فاتت، كاينين دي تورناج في لا تيليفزيون، غيكونوا ان شاء الله سهرات في الاشهر المقبله. عندي ان شاء الله واحد لا تورني اللي غتكون في المغرب وفي اوروبا ان شاء الله الى كتاب ابتداء من شهر 11، وكذلك كنوجد لكم واحد الكليب واحد الاغنيه اللي عنوانها القيل والقاله، هي اغنيه كتكلم على الظاهره ديال التبرقيق، اللي هذه ظاهره كنعانيو منها بزاف بزاف في المجتمع ديالنا. حاولت انني نطرق المواضيع الاجتماعيه شويه، الحب دائما كيطرقوا له بزاف ديال الفنانين، وموضوع اللي كنظن هضروا فيه بزاف ديال الناس، وانا حاولت انني نشوف الجانب الاخر ديال المجتمع، شنو كيحتاج انه المواضيع اللي كيحتاج انه يعني يتريطيها. فالجديد غيتصور ان شاء الله في شهر 7، يعني راه ما باقي والو، نصوروا الكليب لان سجلنا الاغنيات ارونجات، باقي الميكساج والماسترين، وغادي ان شاء الله نحطوها في الاخر ديال الصيف باش نستقبلوا الموسم الجديد ان شاء الله. لكت تبارك الله عليك عبير. عبير تبحرتي ولا مازال؟ باقي والجو زوين. الجو غزال دابا، نخدموا بعدا وديك الساعه ان شاء الله نبحروا. الله يعطيك الصحه، شكرا لك بزاف اللي كنتي معنا. شكرا لك اسامه، دائما فرحانه بالتواجد ديالي معكم، وتهلاو في راسكم، على البروشين ان شاء الله.